الو، السلام عليكم. صباح الخير عليكم خوتي العزاز. اليوم الموضوع ديالنا اللي غادي نهضروا الناس اللي كيفتحوا الفيسبوك مجهول او حساب فيسبوك مجهول. عندنا واحد الفيسبوك اللي تفتح بالاسم بني شيكار بلوس، داروا فيه الصورة ديالي. ها هو داروا فيه الصورة ديالي. انا نهائيا ماشي ديالي، ما فتحتش الفيسبوك ماشي ديالي. وكاين واحد اللي سميتو نوال بوكرار، لان سبق كان دبست مع كان واحد المود في تعدى عليا في الجماعة الروز محمد، اللي كتبوا هنا ما سبب تهاجمه على أطرار موظف الجماعة القرويين ببني شيكا المعروفين بالاستقامة والخدمة المصرية. لأن هذا بين هاد الشخص كينتمي إلى محمد الروز. أهي كاين واحد الشخص الآخر اللي سميتو محمد المسعودي اش بدان. هاد الشخص، هاد المجرم، هاد الشفار، هاد ولد الحرام، هاد ولد الزنقه اللي دار واحد التعليق. هذا علاش؟ هذا ماشي متصل. هذا محمد المسعودي اش بدان. هذا ماشي متصل، هذا ولد الزنقه. هذا اللي دار واحد التعليق راه جبدناه من تما، سجلناه كاع التعاليق ديال اللي دار شي تعليق سجلناه، باش ان شاء الله اليوم الاثنين ان شاء الله نعطيوها للنيابه العامه باش دير التحقيق في الامر. هاد الناس اللي كيديروا الفيسبوكات مجهولين وبقاو كيسبوا فيهم الناس، اللي بغينا نقولوا حنايا لهاد الناس، دير فيسبوك شخصي باش يشوفوك الناس، ما تبقاش تخبع مول السور. حنايا عرفنا هاد ولاد الحرام اللي كيديروا هاد الشيء، لان الشمايت، لان ماشي الرجال، ما عندهمش الرجله وما عندهمش النيف باش يواجهوا بنادم في الوجه. حنايا دائما ضد الفساد، ما نقدرش نسكتوا على الفساد، ولهذا بعض التهديدات اللي وقع من هذا، نقولوا الاسماء. كاين واحد ميلانو، كاين عبد الرحيم اهناو، كاين فارد قباع، كاين ياسين الحمدو. لان كنقول لهاد الناس اللي كيتنموا الاشخاص مجهولين، كيتوسم حتى هما مجرمين. باش تشوف واحد الشخص كيسب بنادم في الفيسبوك مجهول، تسمى حتى انت مجرم، مشارك في الجريمه، لان خصك تكون كتعرفو. لان ان شاء الله اليوم الاثنين ما غادي ندير الشكايه، غادي نخطر واحد 4 5 منا اللي كاينين في الاصحاب ديالو، اللي غادي نديروا الشكايه للسيد الوكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه بالناظور، باش هاد الناس نخطروا واحد 5 ان شاء الله من هادو. هاد الناس لان كيتنموا ليه، راه كيعرفوه، باش هما اللي غادي يجيبونا شكون هاد الشخص. ولهذا انا كنقول هاد الشخص اللي كيدير فيسبوك مجهول، هذا راه ماشي متصله ولد الزنقه، وها ولد الحرام. ما بغيناش نخرجوا الهضره ماشي مزيانه، لان كيتابعونا الناس وكيتفرجوا فينا الناس. لان دير فيسبوك بسميتك وهضر من حقك وناقض وكتب، باش هذاك الشخص الاخر غادي يوجهك يقول لك فلان. ماشي مشكل، انا واخا يعياو يكتبوا الليل ونهار، لان ماشي مشكل. انا كنعرف بالله نهضر على الفساد، من حقي الناقض، من حقي ندير. ويلا شفت ما بعض التهديدات تهديد من طرف الفيسبوكين المجهولين،
انا شكون اللي عندي هنا اللي كيحلف فيا؟ هو محمد الروز تقني جماعة بني شكار، أولاد رئيس جماعة بني شكار المسمى محمد بادية. العائلة ديالهم أنا كنعطي هاد النداء إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والسيد الوكيل الملك، إلى مط في الطريق ولا مط في البحر السيد الوكيل العام، عندك رئيس جماعة بني شكار، عندك الروز محمد، عندك في تشارنا خليفة بوجمعة ومورود، هادو هما الأعداء ديالي. إلا وقعني شي حاجة برا، هاد الناس اللي غادي عيط عليهم المخزن، إلا طاحت عليا الحجرة هاد الناس اللي غادي عيط عليهم المخزن يتحاسب معاهم. أنا ماشي كنخاف الموت ولا قتلوني ولا داروني ولا، ما كنخافش الموت، كنخاف الله. أنا الحمد لله كنحترم القانون، الحمد لله كبرنا في الخير، ما نقدروش نسبوا الناس بالفيسبوك المجهول. حنا الا كنهضروا على الفساد كنواجهوه هكذا بالوجه، الوجه كيبان. لان كنقول لك ارى انت ولد الحرام ولد الزنقاوه، انت تربيتي في الخيريه وها ولد الزنقه ماشي راجل. انت اللي درتي فيسبوك مجهول خليتي ولادك ولد الحرام راه كيترماو في الزنقاوه. غادي نقول لك انت عايش بالحرام، و الا ما سمسرتيش في الناس ما غاديش تاكل. كنقولها لك، هذا اللي دار نوال سميتو نوال بكرار، نوال بكرار دار نوال بكرار باش يسبني انا. ايوا دير سميتك نيشان ولد الحرام، دير سميتك نيشان. انت راه عايش في الحرام وود الحرام وتكبرتي في الحرام، امك في الحرام واختك في الحرام، والله يستر. راك عارف راسك، عارف راسك بلي انت ود الحرام، امك في الحرام واختك في الحرام وباك في الحرام، وهذاك الاتباع ديالك اللي كيتابعوك حتى هما ولاد الحرام، اللي كيفرجوا في الفساد المجهول حتى هما ولاد الحرام. إلا أنت راجل وكتقول عندي الرجولة، وجهني في الوجه في الوجه. أنت بعد هذاك نوال بكرار بعد أولا كتضرب في الدولة، هيا الفيسبوك ديالو، أولا هيا كيضرب في الدولة، هيا اولا كيضرب في الملك. هذا اللي دار فيسبوك مجهول سميتو نوال بكرار كيضرب في الحكومه، كيضرب في الملك، كيضرب في الدوله، لان هذا معروف الشخصيه ديالو، هذا منحد، هذا الشخص منحد، هذا الشخص منحد، ما كيعرفش المسجد من كيقولوها ولا كيعرف شي حاجه. والله يا يمك ولو تخرجني في الوجه لوجه نوري ليماك الرجال شحال كيسواو. حنايا كنخافوا على الوطن ديالنا وكنحبوا الوطن ديالنا. حنا كنعرفوا بالله الحمد لله عندنا النزاهه في القانون وفي العداله، في المحكمه الابتدائيه لمحكمه الاستئناف الناس نزيهين. وان شاء الله اليوم الاثنين ان شاء الله غادي ندير شكايه ضد هاد الاشخاص، هاد الاصدقاء ديالك هما اللي غادي نشكي بيهم. هما اللي علاش راه كاينين الناس اللي معروفين هنا هما اللي غادي نشكي بيهم، والله الا هما غادي نتبعهم قضائيا على هذاك الشيء اللي داروا تما. انا الا كندير شي حاجه كنديرها هكذا كنقولها. ولهذا اللي كتبني هنا دابا هذا هاجمني على هذاك النهار، امي تعدى عليا محمد الروز، هاجمني على هذاك الشيء لان هذا عنده العلاقه مع محمد الروز التقني لجماعه بني شكار، لان درت به الشكايه للدرك الملكي ببني شكار، ودرت به الشكايه للسيد القائد قياده بني شكار، تحياتي لك. وان شاء الله غادي ندير شكايه للسيد العامل والسيد الوزير ومدير الوكاله الحضاريه. ولهذا هذا الشخص التعدو اللي
اللي وقعني من طرف محمد الروز تعدى عليا، انا ما درت له حتى شي حاجه. انا مشيت للجماعه سعفت الناس ومشيت نسول على الملف ديالي، عاود راه كندير لوجيستيك، حتى شتو تنفعل وسبني وجرى عليا ما عرفتش علاش، والله ما عرفت علاش، والله ما درت له شي حاجه ما عرفتش. واللي بقاني اللي بقى فيه الحال، اللي بقى فيه الحال هو التعدو بدون سبب. انا دائما كنحترمه، وداخل الاداره عندي واحد الاحترام كبير، لان الاداره انا نحترمها برا، خارج الجماعه ما كتكونش عندك الصفه نتاع الموظف، كتكون شعبي بحالي بحالك. هو في الجماعه واخا تعديتي عليا انا ما نهضرش وما رديتش عليك، مشيت خرجت بحالي درت القانون ديالي. ولهذا اللي هذا الشخص السي محمد الروز غيتحمل المسؤوليه ديالو. انت اللي كتبتي عليا سبيتيني هنا، غيتحمل المسؤوليه نتاع هذا الشيء. وشكرا للجميع المتبعين ديالي خارج الوطن وداخل الوطن، وشكرا للجميع. غادي نكونوا الحلقه الثانيه ان شاء الله، غادي نهضروا فيها ان شاء الله يكون فيه الجديد.